تعتبر جمعية الهلال الأحمر العراقي إحدى أهم المنظمات الإنسانية التي تعنى بشؤون الكوارث الطبيعية والاصطناعية. فقد عملت جمعية الهلال الأحمر العراقي ومنذ تأسيسها على إغاثة المتضررين وتوفير جميع أنواع الدعم والمساعدات الصحية والإنسانية والغذائية، إلى جانب المستلزمات الضرورية للعديد من شرائح المجتمع العراقي. فقد برز دور الجمعية بعد احتلال داعش لعدد من المحافظات ونزوح ملايين المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم والعمل على تأسيس نظام إغاثي جيد في المناطق المنكوبة. سنة 1992 تم تأسيس فرع عربي لجمعية الهلال الأحمر العراقي. منذ ذاك الفترة طبعا النشاطات مستمرة، والنشاطات الهلال الأحمر العراقي فرع عربي يعني الحمد لله نشاطات كثيرة، ومن ضمنها دورات إسعافات أولية والتهيؤ للكوارث، وكثير من الكوارث اللي تم صارت يعني كوارث طبيعية واصطناعية لدينا حضور في هذه الكوارث. نحن على أتم الاستعداد لاستقبال النازحين طبعا مع المنظمات الأخرى الباقية العاملة في حكومة الإقليم وخارج الحكومة. طبعا لدينا تنسيق كامل مع جمعية الهلال الأحمر العراقي المركز العام، ولديهم تمويل مباشر إلى فرع أربيل بخصوص استقبال النازحين. طبعا نحن متهيئين يعني كامل طاقتنا من حيث المتطوعين والموظفين، وأيضا لدينا خطة كاملة التي أعدها حكومة الإقليم لاستقبال النازحين. طبعا نحن نكون في المقدمة لاستقبال النازحين مع منظمة مع مؤسسة البارزان الخيرية، كما متعود على الهلال الأحمر في تقديم المساعدات في اللحظات الأولى للنازحين. احنا كجمعية الهلال الأحمر فرع أربيل خاصة بآونة الأخيرة اهتمينا بهاي الموضوع مع النزوح. النزوح يعني مشكلة خطيرة جدا، لأن هاي المناطق اللي جاي تتحرر فينزح منه يعني نزوح عدد كبير، وهاي العدد الكبير تجي على يعني بشكل واسع جدا. فمثلا ناخذ منطقة المخمور، هاي منطقة المخمور قريبة من منطقة القيارة، واكو قرى يعني اعداد القرى كلش كبيرة. فاحنا نتوقع بعد ما يتحرر المناطق راح ينزحون عدد كبير من المواطنين من اهالي موصل واطراف موصل. فاحنا مستعدين، صار لنا أكثر من 4 أشهر مستعدين لهذه العملية. تستعد جمعية الهلال الأحمر العراقي للجانب الإنساني من معركة تحرير الموصل بتدريب مئات المتطوعين على الدعم النفسي والإسعافات الأولية وتوزيع المواد، كذلك توفير الاحتياجات المواطنين المؤمل نزوحهم من الموصل أثناء وبعد انطلاق معركة التحرير، للمساهمة في التخفيف عن كاهل قرابة 1 مليون مواطن قبعوا لأكثر من عامين تحت سطوة داعش وعانوا خلال هذه الفترة من صعوبة العيش وانعدام مقومات الحياة بكافة أشكالها، ما يتطلب جهدا كبيرا لتوفير احتياجاتهم وتأمين كافة مستلزمات العيش في المخيمات التي ستأوي النازحين مؤقتا لحين استكمال تحرير مدنهم وعودتهم إليها. جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع أربيل لدينا أكثر من 100 متطوع جاهز وداخلين في دورات. إن شاء الله إن شاء الله من يصير تحرير مدينة موصل نكون جاهزين لخدمة أهالي موصل ومساعدتهم في أي شيء هم يطلبون به. شكرا للقناة الموصلية قناتنا لكوننا يعني من أبناء الموصل، حقيقة قناة يعني أرتاح بها لما ألتقي بالقناة الموصلية، له دور فعال بالموصل قبل الداعش وبعد الداعش. فعلا شكرا لكم وجودكم، وشكرا للمشاهدين الكرام. هلال أحمر في فرع كردستان حقيقة قدموا لنا يعني أول سلة غذائية اللي إحنا محتاجين إليها جدا جدا، وخاصة يعني بكافة موظفيها ومديرها وعلى رأسهم الأستاذ رشوان، حقيقة هو دور يعني إنساني إداري
يعني ما قصروا يعني بكل ما نطلب لهم اكثر من سلتين وثلاثه يعني قدموا لنا احنا بحاجه الى خاصه في اوقات الصيف واوقات الشتاء. بالرغم من استكمال الاستعدادات وتهيئة الظروف والاستحضارات والمخيمات لاستقبال نازحي معركة الموصل ووقوف الجهات المعنية على كافة العقبات التي تواجه المعركة الإنسانية، إلا أن جمعية الهلال الأحمر العراقي دعت سكان الموصل إلى عدم النزوح والخروج من منازلهم ومدنهم إلا في حالة الضرورة القصوى، فالتزام الدار والتعامل مع الأوضاع الآنية وفق التعليمات الموضوعة لذلك أفضل بكثير من النزوح الذي عانى منه الكثيرين سابقا وحاليا وتجنبه سكان الجيارة والشرقاط الذين لم يلجأوا إليه. لقناة الموصلية فاتح أبو دان.